تخطط إدارة بايدن إلى توسيع قيودها على أشباه الموصلات المصدرة إلى الصين في إطار حماية أمنها القومي ومصالحها الخارجية، خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى إعادة بناء حصتها في الأسواق العالمية والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة الماضية. لكن الأهم حماية أمنها القومي ومصالحها الخارجية كما تقول، فهي تخشى أن تستخدم الصين الرقائق في أغراض عسكرية. أهلا بكم إلى برنامج الراوت. إذن إجراءات أمريكية إضافية تمنع الصين من الحصول على الرقائق الإلكترونية وتصعد المنافسة بينهما اقتصاديا وتكنولوجيا، وتداعياتها قد تلامس قضايا سياسية وأمنية. عن ذلك نتساءل في هذه الحلقة، هل ستنجح الولايات المتحدة في خنق طموحات الصين التكنولوجية والتأثير عليها اقتصاديا؟ نتساءل أيضا، أي تداعيات لهذا التصعيد على الملفات الخلافية السياسية منها والأمنية، وبالأخص قضية تايوان؟ أهلا بكم. إذن يبدو جليا أن قطاع إنتاج أشباه الموصلات سيأخذ حيزا كبيرا في الصراع بين القوى الكبرى، بين واشنطن وبكين على وجه التحديد، لما يشكله هذا القطاع من أهمية لناحية السيطرة على سلاسل التوريد وفرض الدول لحضورها السياسي والاقتصادي والتكنولوجي في العالم. على مسار الإجراءات الحمائية بين واشنطن وبكين، تقرر إدارة بايدن توجيه ضربة جديدة للصين لشل تقدمها التكنولوجي. صناعة بكين لأشباه الموصلات تعتبرها إدارة بايدن مسألة أمن قومي، وتشترط على الشركات الأمريكية الحصول على ترخيص من قبل وزارة التجارة قبل تنفيذ عمليات البيع إلى الصين. تصنيع هذه المكونات الإلكترونية مسألة أمن قومي، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. اتخذنا هذه الخطوة من أجل معالجة خطر استخدام هذه المنتجات لأغراض عسكرية. بالنسبة لواشنطن، تحولت صناعة أشبه الموصلات إلى شريان الحياة في العالم الحديث، وبدون وجود إمدادات ثابتة من أشباه الموصلات، فإن أي اقتصاد متقدم سيتوقف عن العمل، وبالتالي فإن هذه التقنيات هي التي ستحدد مكانة كل دولة على الصعيد الاقتصادي وحضورها وتأثيرها السياسي والأمني، وهو ما يقلق واشنطن. صحيح أن الولايات المتحدة لا تمتلك ما يكفي من مواد لإنتاج الرقائق محلياً، إلا أنها تصر على قيادة حملة، وذلك للحد من دور الصين في سلاسل توريد أشباه الموصلات. لكن هذا التصعيد يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على بلدان مثل تايوان وكوريا الجنوبية الرائدة في مجال تصنيعها وتوريدها، بالنظر إلى أن صناعة أشباه الموصلات تشكل ما نسبته 60% من صادرات تايوان. ليس هذا فحسب، بل تمارس الولايات المتحدة ضغطاً على الدول التي تصنع الأدوات اللازمة لإنتاج الرقائق وأشباه الموصلات. في الشهر الماضي نجحت واشنطن في الضغط على الحكومة الهولندية لمنع تصدير مثل هذه الآلات إلى الصين، وبذلك تعطل إنتاجها. لكن كل ذلك لم يكبح جماح الصين في تعزيز صناعتها في مجال الرقائق، ووضعت لذلك خططاً وميزانيات ضخمة لتعزيز المنافسة. قبل البدء بنقاش حلقة ليلى من الرابط، أذكركم إذن بسؤاليها. نسأل اليوم، هل ستنجح الولايات المتحدة في خنق طموحات الصين التكنولوجية والتأثير عليها اقتصاديا؟ وأي تداعيات لهذا التصعيد على الملفات الخلافية السياسية منها والأمنية، وبالأخص قضية تايوان؟ أناقش موضوع هذه الحلقة مع ضيوفي من واشنطن عبر تطبيق زوم، الدكتور ريتشارد تشاستي، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والمتخصص في دراسات الأمن القومي. من دبي عبر تطبيق زوم، الدكتور أنس النجداوي، الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية. على أن ينضم إلي لاحقا ضيفي من بكين عبر سكايب، الدكتور إينار تانغن، الأكاديمي والخبير في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية. أبدأ نقاشي مع ضيفي من واشنطن دكتور ريتشارد.
ما هي القيود الجديدة المتوقع أن تفرضها الإدارة الأمريكية على شحناتها من أشباه الموصلات الموجهة إلى الصين؟ لو تشرح لي أكثر عن هذه القيود المتوقعة. بحسب التقارير الأخيرة صباح اليوم، يقال إنه سيحصل توسيع لبعض القيود المفروضة على تكنولوجيا صنع الرقائق والرقائق المرتبطة بالمنتجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالتحديد، وبشكل إن هذه المسألة متعلقة بالأمن القومي. وعلى الرغم من أنها تعرض ببعض الدوائر على أنها مسألة متعلقة بالإمدادات، وذلك يعني هذه هي المقاربة أو جهود إدارة الرئيس بايدن لتعزيز إنتاج هذه المنتجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ما نراه هنا هو القيود أيضا التي تفرض، بالإضافة إلى القيود على الصادرات الصينية، قيود خاصة بالصادرات الأمريكية المتعلقة بأشباه الموصلات التي هي مرتبطة بهذا الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا، ويأتي ذلك في سياق الأمن القومي، مسائل الأمن القومي. وهناك سوابق لهذا الموضوع. عام 2019 في القانون الخاص بالأمن القومي الذي تم اعتماده، قاموا بنفس الشيء بالنسبة للصناعات العسكرية في ذلك الوقت. وفي هذا القانون عام 2019 كان هناك منع شراء السلع من الشركات الصينية مثل شركة هواوي. والفكرة خلف ذلك هي أنه عندما يكون لديك مجموعة من المعدات التي يتم تصنيعها في تكنولوجيا معينة، يتم شراء المكونات لهذا التصنيع من الشركات المعروفة بالمستوى الأول تير 1، وهذه الشركات من المستوى الأول تشتري منتجات مشابهة من الشركات من المستوى الثاني وهكذا دوليك من المستوى الثالث. وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، المسألة هي أن يحصل احتمال أن الواردات الصينية من الرقائق قد تنتهك المتطلبات الخاصة بالأمن القومي. عظيم، سنتحدث بالتفصيل عن دوافع الولايات المتحدة لهذه الخطوة. أذا بسؤال لدكتور أنس ضيفي من دبي. دكتور أنس، من وجهة نظرك أنت، كيف تقرأ هذه الخطوات الأمريكية التي كما نعلم هي تأتي على خلفية احتدام المنافسة واحتدام صراع النفوذ بينها وبين الصين في مجالات عدة ليس فقط في المجال التكنولوجي؟ مساء الخير. طبعا نحن بلا شك يعني منذ السنوات الماضيه شهدنا وفي عده اماكن وفي عده اوقات ظهور عمليه يعني احتدام مباشر ما بين السياسات الامريكيه والصينيه في مجال التسابق او التسلح التكنولوجي. شهدنا في السنوات الماضيه تفوق وبروز بعض الشركات الصينيه بشكل سريع ومخيف، وانتشار طبعا منتجاتها حول العالم، مثل شركة هواوي وما تصنعه من أجهزة متقدمة في الجيل الخامس من 5G وتطبيقات أيضا في إنترنت الأشياء. وهذا طبعا أدى بشكل كبير إلى ظهور منافسة شديدة مباشرة. أمريكا تحاول الآن أن تحافظ على المركز الأول طبعا في الصناعات المتقدمة أو ما يسمى بالهاي تك إندستريز، وهي التي تعتمد على صناعة تصميم الرقائق عالية التعقيد، والتي تكون طبعا حجم الترانزستور فيها أقل من 10 نانومتر، وهي طبعا تقنيات متقدمة جدا تستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأيضا في قواعد في ما يسمى بخوادم البيانات الضخمة، والتي تحاول الصين اللحاق بهذه طبعا هذا النوع من التقنيات، محاولة استيطان وتوطين صناعة مثل هذه التقنيات داخل الصين، ولكنها أيضا تحاول بشكل سريع ربما الاستيلاء على المصانع الموجودة في تايوان، والتي تعتبر أكبر مصانع الرقائق الإلكترونية في العالم، والتي تزود حاليا أكثر من 60%، وهذا طبعا
على المستوى القريب قد يحل مشكلة ربما لكن في الصين، ولكن قد يؤدي تعطل سلاسل الإنتاج إلى كوارث على الجهتين، على السوق الأمريكي وأيضا سنتحدث عن على السوق. تداعيات هذه الخطوات وهذه المنافسة أو احتدام المنافسة بين الطرفين بما يخص تحديدا الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات. أرحب بهذه الأثناء بضيفي من بكين الدكتور إنار تانغن الأكاديمي والخبير في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية، انضم إلينا قبل لحظات. دكتور إنار مرحبا بك. بداية، كيف تنظر أنت إلى قرار الإدارة الأمريكية توسيع القيود على شحناتها من أشباه الموصلات إلى الصين؟ هذه ليست بالخطوة المفاجئة كما قال الزميل الأمريكي. الحجة المستخدمة هي دائما الأمن القومي، هذا المصطلح يعني غير الواضح، لا يعذبون أنفسهم ويوضحون هذه الكلمة. يبدو أن كلمة الأمن القومي أصبحت الكلمة المفضلة لدى الأمريكيين لتبرير أي شيء، وبالتالي هذا استمرار لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية باحتواء الصين والسيطرة عليها، وهذا في الواقع يجعل الوضع أسوأ في الولايات المتحدة، لأنهم كلما وضعوا ضغطا أكبر على الصين وقالوا لا يمكنكم أن تحصلوا على هذه الآلات وعلى هذه الرقائق، كلما كان على الصين الإجابة الرد على هذا الموضوع بواسطة المزيد من الابتكار. وصلوا الآن إلى قياس 7 نانومتر، وهذا قياس جيد جدا لكل التطبيقات التي تحتاج إليها الصين، وهي رقائق بالفعل يعني متطورة جدا وصغيرة جدا، وستستمر الصين بتطويرها، ما يعني أن المصنعين الأمريكيين أو لنقل المالكين الأمريكيين تذكروا أن هذا التصميم يعني هذه التصاميم 33% منها مملوكة من قبل شركات أمريكية، ولكن التصنيع يحصل في مكان آخر مثل تايوان واليابان وليس في الصين. وهنا الصين تمضي قدما كجواب أو كرد على القرار الأمريكي. دكتور ريتشارد، يعني هل توافق ضيفي من بكين على أن دوافع الإدارة الأمريكية ربما اليوم ليست مرتبطة فقط بحماية الأمن القومي الأمريكي أكثر من ارتباطها اليوم باحتواء الصين كما قال؟ يعني هل يمكننا القول أن دوافع أمريكا اليوم هي مرتبطة بهواجس أمنية عسكرية، أم هي اليوم مرتبطة فعلا بأهداف تتعلق باحتواء الصين؟ ولأي مدى تعول واشنطن اليوم على المنافسة التكنولوجية لاحتواء الصين؟ البعض قال إننا في حرب تجارية مع الصين، والرئيس بايدن قد استمر بسياسة دونالد ترامب منذ العام 2018، حيث تم فرض رسوم على بعض الصناعات مثل السيارات والآلات وغيرها من الصين، وبالتالي الفكرة هي إنه في سياق هذه الحرب، حرب الرسوم والتعريفات لنقل بين الدولتين، واحتمال أن المستهلك طبعا هو من يتحمل عبء هذه الرسوم، هنا هذا يأتي أيضا في سياق الجهود الآيلة لتقييد التقدم الصيني في هذا المجال، وطبعا هذا مرتبط بشكل وثيق ببعض الهواجس الخاصة بالأمن القومي، يعني الأمران مرتبطان. جيد أن ننظر إلى هذه المسألة في السياق الأكبر، وهو سياق تحول العلاقات الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا والأهمية التي توليها الولايات المتحدة لضمان أن الصينيين فعلا يعني ينسقون بين هذه الحاجات الأمريكية والعلاقة الوثيقة مع روسيا والتقرب أكثر وأكثر من روسيا.
الذي يبدو يعني أنه هذا ما يحصل بين الرئيسين الصيني والروسي في عدة ملفات، حيث نرى التقارب بينهما. والمسألة هي أن نرى ذلك، سنأتي عليها بالتفصيل بعد قليل. دكتور ريتشارد، اسمح لي أن نذهب نتعرف أكثر أنا وإياكم ضيوفي الكرام ومشاهدينا إلى أبرز الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لمحاصرة الرقائق الإلكترونية الصينية، على اعتبار أنه بين واشنطن وبكين منافسات وتوترات كثيرة، لعل أبرزها حرب أشباه الموصلات. نتابع. جاءت نقطة التحول في اهتمام بكين بأشباه الموصلات عندما حدد مجلس الدولة هدفا بأن تصبح رائدة عالميا في مجال أشباه الموصلات بحلول عام 2030، ليقابلها تحرك سريع من أكبر الوكالات الفيدرالية الأمريكية نحو منع العديد من الاستثمارات أو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في هذا القطاع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفق واشنطن. وأمرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر الشركات الأمريكية من بيع مكونات وقطع غيار لشركة هواوي وشركات أخرى إلا بتصريح خاص. وبعد عام تقريبا أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة السوداء كيانات عديدة أغلبها صيني، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات المملوكة جزئيا للصين. بعد ذلك جاء جو بايدن خلفا لترامب ليكمل مسيرته في هذه الحرب، فوسع قائمة الشركات الصينية الممنوعة من الحصول على استثمارات أمريكية لترتفع من 31 إلى 59 شركة. ولم يكتفي بايدن بالقائمة السوداء، فأقر مؤخرا خطة بقيمة 52 مليار دولار هدفها أحياء قطاع إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة وتعزيز إنتاج الشرائح الرقيقة محليا. هذا بسؤالي دكتور إنار ضيفي من بكين. دكتور إنار، سؤالي لك، هل تنظر الصين اليوم إلى التكنولوجيا كساحة أو ساحة منافسة بينها وبين الولايات المتحدة، وهل تسعى إلى التفوق على الولايات المتحدة في هذه الساحة؟ صحيح، التكنولوجيا هي جزء أساسي من أي اقتصاد معاصر. الصين تعتمد تكنولوجيا الروبوتات بسرعة كبيرة، تريد أن تحقق تنافسية على المستوى الدولي خاصة مع التهديدات الأمريكية. لنعطيكم فكرة عما نفكر فيه أو عن أهمية هذا الموضوع، هناك اجتماع حصل لمدة ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية كما قيل، وكان هناك شجار عنيف بين الأمريكيين والبريطانيين، وقالوا للبريطانيين أنه لا يجوز أن يستخدموا شركة هواوي، على الرغم من أن هناك تحقيق من قبل الجهات الاستخبارية البريطانية الذي يؤكد أنه ليس هناك أي تهديد لشركة هواوي على أنظمتهم. وقال لهم الأمريكيون، إذا لم تتخلصوا من هواوي لن نتبادل المعلومات الاستخبارية معكم بعد الآن. يعني من الواضح أن الأهداف الأمريكية هي سياسية بطبيعتها ولا علاقة لها بالأمن القومي. هذه فقط أمريكا تحاول أن تحافظ على هيمنتها على العالم، ولكن كلما دفعوا الدوافع السياسية ونخصص لها يعني فقرة بعد قليل دكتور أنس، سنخوض في تفاصيلها، لكن أركز قليلا على المنافسة التكنولوجية، احتدام الصراع التكنولوجي. أذهب سؤالي دكتور أنس، دكتور أنس، هل تعتقد أنه ستكون التكنولوجيا ساحة المنافسة والصراع الأمريكي الصيني الجديد والأول والأهم والأساسي في المستقبل؟ طبعا بلا شك، يعني نحن نعيش الآن في العصر الرقمي، كل شيء حوالينا يمس التقنيات الحديثة، وبالتالي حتى تاريخيا كان دائما السيطرة للجيوش والأكثر تقدما من الناحية التقنية التي تستثمر بشكل كبير في الأبحاث العلمية والتكنولوجية. كثير من الاختراعات التي الآن نستخدمها ما هي إلا نتاج لمشاريع عسكرية كانت في البداية هدفها يعني التطور على في مجال الأسلحة، ومن ثم أصبحت تستخدم هذه التقنيات مثل الإنترنت والتواصل والروبوتات وكثير من التقنيات أصبحت تستخدم في الجانب المدني. التكنولوجيا هي أساس التفوق الاقتصادي وأساس التفوق العلمي
وأنا أرى أنه أي دولة سوف تتخلف أو يعني سوف تتأخر في هذا المجال سوف تكون هي الخاسرة، وهذا طبعا ما نشهده الآن من السنوات الماضية، كيف أن الصين أصبحت تستثمر بشكل كبير جدا، حتى شركاتها تضع ميزانيات تفوق دول كاملة في مجال البحث العلمي والابتكار، وهذا طبعا هذا هو المؤشر الذي لربما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية بأن الجامعات الصينية والشركات الصينية تستثمر في الأبحاث العلمية وتزيد من فعلا، وأحيانا قد تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في جوانب التقنية، وهذا طبعا ما يثير القلق لدى الولايات المتحدة الأمريكية من تصنيع أسلحة متقدمة أو أجهزة أو أسأل منظومات دكتور ريتشارد عسكرية. عن هذه النقطة بالذات دكتور أنس. دكتور ريتشارد، هل تتخوف الولايات المتحدة بالفعل اليوم من تفوق الصين عليها تكنولوجيا تحديدا في مجال أشباه الموصلات، رغم أننا جميعا نعلم أن الصين تتخلف عن الكثير من الدول في هذا المجال، لبل هناك بعض الدول كتايوان تسبقها بأشواط؟ طبعا الأمريكيون يقلقون تجاه هذا الموضوع، وهذا يأتي في سياق العالم ثلاثي الأقطاب الذي يظهر اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين كقوى كبيرة، وبالتالي الصين فعلا هي على هذا المسار، بالتالي هذا الموضوع مقلق، مصدر قلق بالنسبة للأمريكيين. في الحكومات الأمريكية والإدارات الأمريكية وحتى الشركات الأمريكية هناك قلق واضح تجاه احتمال مشاركة الجهات الصينية بصناعة الرقائق الأساسية لأغراض واستخدامات عسكرية أو مرتبطة بالاستخدام العسكري منذ سنوات. ولكن المشكلة فيما يتعلق بمسألة الاستثمار هي أنه في الكثير من الحالات، إن لم نقل في أكثرية الحالات، عندما يدخل المستثمر الخاص في الأسواق الصينية يطلب منه أن يعقد شركة أو شراكة مع جهة صينية، مع طرف صيني، لأنه في نهاية المطاف سوف يتم نقل هذه المعرفة الأساسية والحساسة الصناعية للأطراف الصينية، وهذا هو الغرض من هذه الشراكات، يعني أن تستفيد الصين أيضا من هذه المعرفة، ما يخلق طبعا تنافسا مع الشركات الأمريكية في وقت لاحق. وهذا الأمر بالإضافة إلى المسائل الواضحة، وهي مسألة سرقة الممتلكات الخاضعة للحقوق الفكرية، خاصة تلك التي تعود للتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، كل هذه العناصر تجعل هذا الموضوع موضوع مقلق بالنسبة للأمن الأمريكي. حلقة الرابط مستمرة ضيوفي الكرام ومشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير نعود ونتحدث عن التداعيات التكنولوجية والاقتصادية لاحتدام المنافسة التكنولوجية تحديدا في قطاع أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة والصين، على وقع طبعا توسيع الولايات المتحدة قيودها على شحنات أشباه الموصلات إلى الصين. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بعدما تصدرت الولايات المتحدة إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميا قبل عقود، دخلت الصين إلى خط المنافسة بقوة، ما أشعل صراعا عالميا. هذه أبرز مواطن هذا الصراع، نتابع ونستأنف النقاش.
إذا نستأنف النقاش مع ضيوفي وأبدأ بسؤال ضيفي من واشنطن دكتور ريتشارد، ما التأثيرات المتوقعة لقرار البيت الأبيض المنتظر على الشركات الأمريكية لناحية الإنتاج؟ هذا القرار المتوقع أو التداعيات المتوقعة بالنسبة لبعض المحللين هي أنه خلال عام 2023 أن صناعة أشباه الموصلات في الأسواق أسواق الأسهم سوف تعاني من عدم وجود الأرباح أو من قلة الأرباح، وهذا سيكون أمر غير معتاد بهذه الصناعة أو بهذا القطاع، نتحدث عن قطاع أشباه الموصلات. والفكرة هنا هي أن الأمريكيين يزيدون من تصنيعهم لأشباه الموصلات والرقائق في إطار الداخل الأمريكي، وهذا قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار لأن الصناعة الأمريكية المحلية تدفع أكثر للمكونات الصينية التي تدخل إلى الدولة، وهي المرتبطة ببعض الرسوم الخاصة، وبالتالي سوف يكون هناك تأثير على الصناعات المحلية بشكل كبير. هم يريدون زيادة تصنيع هذه الرقائق، وهذا جزء لا يتجزأ من السياق السياسي الأوسع لما يحصل اليوم في الانتخابات الأمريكية النصفية التي هي قريبة في نوفمبر، واستمرار طبعا المؤتمر السياسي للحزب الشيوعي الصيني. يعني الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني عليهما أن يظهرا بعض الصرامة في هذا الموضوع، يعني موضوع الإنتاج المحلي، وبالتالي مسألة حاسمة في وقت حاسم. طبعا هذه دوافع أخرى، دوافع انتخابية كما تقول. دكتور إنار، نتحدث قليلا عن التداعيات الاقتصادية على الشركات الصينية نفسها، كيف تتأثر اليوم الشركات الصينية بهكذا قرار، يعني قرار توسيع قيود الصادرات الأمريكية من أشباه الموصلات إلى الصين؟ هذه الشركات لن تتمكن من الوصول إلى الرقائق عالية المستوى، ولكن كما قلت هناك بدائل. الصين يبدو أنها وجدت طريقة لتصنيع الرقاقات بحجم 7 نانومتر وهي صغيرة جدا، وهذه هي حدود المعدات التي يمتلكونها الآن. هذا ليس فعالا من ناحية الكلفة لأن الأرباح منخفضة في هذا المجال، يعني ليس الأمر فعالا الشكل الموجود اليوم مثلا في تايوان. ولكن هذه المسألة حاليا لديك كوريا التي لديها عجز تجاري غير مسبوق بالنسبة لهذه الدولة التجارية المعروفة، هي تعاني من أكبر عجز لها منذ شهر أبريل، هذا بحسب تقاريرها، وجزء من هذا الأمر يعود إلى النفط، يعني أسعار النفط المرتفعة، ولكن أيضا انخفاض الطلب على الرقائق الطباط عالميا، يعني في صادرات الرقائق في الصين وغيرها. وبالتالي في هذا المجال يعني انتقلنا من موقع حيث كان من الصعب الحصول على هذه الرقائق إلى موقف حيث هناك الكثير من الرقائق، وفرة يعني منها، وطبعا هذا يؤثر على الانتاج الصيني. وعندما ننتقل يعني إلى المرحلة التالية حيث يتم تطوير المزيد من التكنولوجيات، إلا أن هناك عوامل أخرى مثل الحوسبة بواسطة السحابة. أنت لست بحاجة إلى رقاقات هنا أو رقائق قوية جدا ضخمة جدا أو متطورة التكنولوجيا، لأن السحابة تستطيع أن تعطيك سوبر كمبيوتر، وبالتالي هناك الكثير من المتغيرات في هذا السوق، ويبدو أنها
بدأت تظهر الولايات المتحدة تبني المزيد من المصانع، وهذا تهديد ليس للصين لأنهم لن يحرموا الصين من هذه الأعمال، بل هو يعني من الشركات الكبرى قالت إنها سوف تفقد 400 مليون دولار في الربع المقبل بسبب هذه، وهي شركة أمريكية هنا أتحدث، بسبب هذه القيود الأمريكية المفروضة. فهناك الكثير من الشركات الأمريكية غير الراضية عن هذا القرار. هذا ما ذكره بكل الأحوال دكتور ريتشارد. أذهب بسؤالي دكتور أنس. دكتور أنس، هذا دكتور إنار تحدث عن أن الصين ربما تعتمد على تكنولوجيات أخرى، أي أنها ترى بأنه من الممكن الاعتماد أو استبدال الرقائق الإلكترونية بتكنولوجيات أخرى، ولكن رغم ذلك ذكر مثال على أزمة الرقائق الإلكترونية وهي كوريا الجنوبية التي بالفعل تواجه يعني أزمة في صناعة الرقائق منذ 4 عقود. بالتالي ما تداعيات هذه المنافسة وهذه القرارات الأمريكية على صناعة الرقائق الإلكترونية عالميا بشكل عام، يعني في وقت يشهد فيه هذا القطاع اضطرابات واسعة؟ طبعا يعني ما أشاره للضيفين يعني بشكل صحيح طبعا يعكس ما يحدث الآن. أحب أن أنوه أنه فعليا عملية صناعة أشباه الرقائق والرقائق الإلكترونية هي عملية معقدة جدا وتحتاج إلى سلاسل إمداد عالمية. هذا يعني أنه لا توجد دولة واحدة تستطيع أن تصنع كامل يعني أن كامل الرقائق من دون الاستخدام أو الاعتماد على دول أخرى تزود بالمواد وتزود أيضا بالمكونات الأساسية من أجل التصنيع. إلى أن تحصل أمريكا على مصانع في الداخل وتعمل بشكل كامل، هذا سوف يتطلب وقت، ولا نتوقع أنه خلال 3 سنوات على الأقل حتى تصبح الولايات المتحدة. هذا الانغلاق سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في السلاسل الإمداد العالمية، وهذا طبعاً سوف يؤثر على إنتاج هذه الرقائق، وسوف يزيد من الاختناق العالمي. أحياناً الأسواق المفتوحة هي مصلحة للجميع، وإذا وضعت الكثير من القيود هذا سيؤدي إلى اختناق مثل هذه السلاسل، والتي تحتاج بشكل دوري إلى ارتباطات يعني لايف مع كثير من الدول في وقت واحد، وأي خلل في هذه العملية قد يؤدي إلى تباطؤ، وأحيانا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف. الآن نرى ونشهد كيف ارتفاع أسعار الأجهزة التي تعتمد كلها في التصنيع على الرقائق، مثل السيارات الكهربائية والأجهزة المحمول وأجهزة الهواتف. صحيح يمكن استخدام السحابة أو الخدمات الكلاود كومبيوتينج، ولكنها لن تستبدل الأجهزة التي تستخدم هذه الرقائق في تشغيلها وإدارة عملياتها، وهذا طبعا سوف يخلق أزمة اقتصادية ويزيد من عمق هذه في السنوات القادمة. عظيم. تحدثنا عن الانعكاسات الاقتصادية، بقي أن نتحدث عن الانعكاسات السياسية والانعكاسات الاستراتيجية والأمنية، لاعتبار طبعا أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة اليوم. حلقة الرابط مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تايوان هي عقدة الصراع بين عملاقي الاقتصاد الصين والولايات المتحدة، ولكن تايبي تعتمد على بكين في التجارة أكثر من اعتمادها على واشنطن، فبمليارات الدولارات تستفيد الجزيرة ولا سيما في تدفق الرقائق. نتابع ونعود إلى النقاش. عصب كل صناعات العالم هي جزيرة تايوان المنتجة الأولى للرقائق وأشباه الموصلات، فلا يمكن للاقتصاد العالمي أن يعمل من دون رقائق مصنوعة في تايوان أو الصين. هذا ما تحرص الدول على عدم تعريضه للمخاطر. وتايبي تعد مخزن الرقائق وأشباه الموصلات بحصة لا تقل عن 65% بواسطة عملاقها TSMC التي تمثل أكثر من 51% من الإنتاج العالمي. الشركات الصينية تشكل المستورد الأول للرقائق من أجل تشغيل مصانعها في جمع الهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات، لتصل قيمة واردات بكين من الرقائق 300 مليار دولار سنوياً،
متقدمة بذلك على واردات النفط الخام. أما بقية البضائع فسجلت أرقام تصديرها من تايوان أكثر من 188 مليار دولار إلى البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ. السلع لا تفوق المواد الغذائية أهمية، فالمنتجات الزراعية تشكل أيضاً مورداً أساسياً للصين من أراضي الجزيرة التي يبلغ ناتجها المحلي أكثر من 700 مليار دولار. بيانات تايبي سجلت رقماً قياسياً لواردات بكين عام 2021 بلغ 189 مليار دولار، ما يفسر رغبة الصين في استعادة جزيرة تايوان لأسباب تتخطى المسألة السيادية. لينفتح باب الفرص أمام الصين في الاستفادة من هيمنتها الاستراتيجية على الجزيرة، وذلك إن حصلت لتكسب موقعاً جغرافياً بين بحري الصين الجنوبي والشرقي وتعزيز ثروتها من غنى تايوان بالموارد. أعود إلى النقاش، أرحب مجدداً بضيوفي وأبدأ بسؤال دكتور أنس ضيفي من دبي. دكتور، هل هي بداية حرب تكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين؟ وبالتالي ما هي تداعياتها المحتملة على الملفات السياسية والملفات الأمنية الخلافية بين الطرفين، مثلاً تايوان؟ طبعاً تايوان تعتبر يعني موضوع حساس جداً ويؤثر ويثير طبعاً قلق بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية في محال يعني حظر طبعاً التصدير أو توقيف العمليات التصنيعية في تايوان. كما ذكرتم في تقريركم أكثر من 65% من الرقائق تصنع في هذه الجزيرة الصغيرة، وأي خلل طبعاً هذا سوف يكون له انعكاسات سلبية ليست فقط على أمريكا بل على يعني على الصين وعلى العالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية لها طبعا نقطة ورقة رابحة من خلال طبعا تفوقها العلمي في تصميم وتصنيع هذه الرقائق المتطورة والتي تبنى ويتم عملية صناعتها على الأراضي التايوانية. لكن الصين طبعا هي أقرب ولها أيضا يعني القرب الجغرافي وطبعا القوة الاقتصادية والقوة العسكرية طبعا كبيرة جدا، وطبعا قد تؤدي حظر أو قد يؤدي أي خطر أو تهديد للعمليات التصنيعية في تايوان إلى شلل اقتصادي عالمي صراحة. الأمر ليس يعني سهل وتداعياته صعبة جدا، وهذا فعلا هي نقطة حساسة طبعا ما بين الصين وأمريكا. إذن ترجح أنت التصعيد بطبيعة الحال. أذهب بسؤال دكتور إنار، أسأل دكتور إنار، كيف يمكن للصين أن ترد على الإجراءات الأمريكية؟ هل يمكن أن ترد سياسيا أمنيا أم اقتصاديا؟ وهل نتوقع خطوات تصعيدية من قبل الصين؟ آمل أن لا تقوم الصين بالتصعيد، لأن الولايات المتحدة تحاول دائما استفزاز الصين لكي تتصرف بطريقة تجعل الولايات المتحدة تقول أن الصين تتصرف بالشكل الخاطئ. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت بالعقوبات أحادية الطرف، وعندما حاولت الصين تطوير الابتكارات قالوا أن الصين تنافسنا وبالتالي علينا أن نأخذ تدابير. الصينيون سيركزون على ما يقومون به منذ سنوات، وهو الحفاظ على الأسر الصينية، الاقتصاد الصيني، وليس أن يكترثوا للأمريكيين والاقتصاد الصيني. في نهاية المطاف لا يمكنهم أن يجبروا دولة أخرى على التجارة معهم، سوف يجدون شركاء آخرين مثل الشركاء من الآسيان الذين أصبحوا الآن الشريك الأول التجاري للصين. وبالتالي في هذه المرحلة أعتقد أنه من الأفضل بالفعل أن نبحث عن ازدهار شعبنا وأن نتصرف بالشكل الذي نراه نحن مناسبا، بدل أن نضيع الوقت بهذه المخاوف وأن يعني نطارد الآخرين. طيب دكتور ريتشارد، ألا تخشى اليوم واشنطن من خلال هذه الإجراءات أن ين أو تنعكس هذه الإجراءات تصعيدا من قبل الصين في الملف التايواني، أن تدفع الصين أكثر إلى أحضان حليفتها الروسية، أن يعني تنعكس كل هذه الإجراءات مزيدا من الصراع في العديد من الملفات الخلافية بين الطرفين؟
نعم، من الممكن أن توسيع هذه القيود على صناعة شبه الموصلات قد تستخدم كورقة ضغط في المستقبل من أجل إرغام الصين على البقاء بعيدة عن فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. أعتقد أن ما نراه في إطار عدم الأمان هذا بين تايوان والصين هو واضح، وبالتالي نرى أيضا التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتنافس بينهما في هذا الموضوع، إلا أن هذا متسق مع الحركة التاريخية في هذا المجال. المثير للاهتمام أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة هو أن هذا يظهر الفكرة حيث نرى موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسات الصناعية الدولية، لأنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدعم هذا القطاع، يعني قطاع شبه الموصلات بشكل بهذا الشكل، هذه تشكل سياسة مثلا انتقدت الولايات المتحدة أوروبا عليها، ويحصل هناك يعني عدم توافق بين أمريكا وأوروبا في هذا المجال. طبعا المسؤولون الصينيون أيضا اشتكوا من هذه السياسة الأمريكية، وقالوا إنها انتهاكا للتجارة الحرة وسياسات التجارة الحرة، لأن هذا نوع من الدعم لهذا القطاع، وبالتالي هذا أظهر المسألة حول موقف الولايات المتحدة من هذه السياسات الصناعية الدولية. ولكن فيما يتعلق بالتوترات بشكل عام، التوتر موجود ومرتفع مع حالة بلاكبيرن مثلا في تايبي، عندما وصف تايوان على أنها دولة وهي لديها كل مكونات الدولة، بل هي فقط يعني غير معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. هنا هذا في سياق التوتر المتصاعد بين الدولتين، وبالتالي انطباعي هو أن هذه الحركة بحد ذاتها لم تغير يعني لدرجة كبيرة وصلت مستوى التوتر. اسمح لي بسؤال أخير للدكتور أنس. دكتور أنس، واشنطن بالفعل اليوم تحاول دفع دول حليفة لها لإعداد سياسات تكنولوجية مماثلة لها تجاه الصين، حتى أن هناك حديث عن تحالف جديد بين واشنطن، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان للتعاون في هذا الإطار. ما شكل التحالفات التكنولوجية التي قد تنشأ إثر هذا الصراع، وأين باعتقادك ستكون الصين منها؟ طبعا الصين بداية يعني هي عندها الكثير من الاستثمارات والكثير من الأبحاث العلمية التي تقوم بها. الآن ربما نجد طبعا تعاون ما بين الصين ودول أخرى مثل روسيا، وقد يحدث طبعا تشارك في بعض يعني طبعا من ناحية سياسية، لكن دائما السيطرة والهيمنة تكون للدول الأكثر تطورا وأكثر بحثا في مجالات التصنيع، ما يسمى بالهاي تك. هذا سباق التسلق والسباق التكنولوجي لن يكون مفتوحا أمام الأطراف الغير متصالحة يعني سياسيا، والتي لا تمضي على طريق استراتيجي واحد، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن أي دولة يمكن أن تدخل في هذا الفريق أو في هذا ما يسمى في هذه المجموعة لتطوير مثل هذه التقنيات السرية. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول أن تضع حلولا لأي حالة تعطيل أو تؤثر على صناعة أشباه الموصلات في تايوان من خلال طبعا هذه الشراكات الخارجية. الآن الشركات التايوانية تفتح مصانع بالمليارات في أريزونا، وتفتح أيضا في اليابان، ووجود طبعا استثمارات خارجية. هذا يدل على فعلا تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى بعض الشركاء الاستراتيجيين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل طبعا الحفاظ على استقرار وتطور وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في القطاع التكنولوجي والقطاع الاقتصادي.
شكرا جزيلا لك دكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية، ضيفي من دبي. أشكر أيضا ضيفي من واشنطن الدكتور ريتشارد تشاستي، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن المتخصص في دراسات الأمن القومي. ومن بكين أيضا الشكر موصول للدكتور إنار تانجين الأكاديمي والخبير في الشؤون الصينية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم. قبل الختام أستعرض سؤالي حلقة الرابط لليوم. إذا تساءلنا مع بداية هذه الحلقة، هل سترجح الولايات المتحدة في خنق طموحات الصين التكنولوجية والتأثير عليها اقتصاديا؟ وأي التداعيات لهذا التصعيد على الملفات الخلافية، طبعا السياسية منها والأمنية، بالأخص على قضية تايوان المشتعلة بين الطرفين؟ بعد استفاضة النقاش في ملف اليوم خلص ضيوفي إلى التالي. إذن ستنجح الولايات المتحدة نعم في توسيع الهوة بينها وبين بكين في صناعة الرقائق الإلكترونية لتخصيصها مبالغ ضخمة وتحالفاتها أيضا مع دول أخرى كما ذكرنا قبل قليل اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان. سيؤدي هذا الصراع الأمريكي الصيني بحسب ضيوفي على الرقائق إلى اختناق سلاسل التوريد وإلى خسائر على شركات تكنولوجيا أمريكية وأيضا صينية، وأنها ستفاقم أيضا الخلافات السياسية بالأخص قضية تايوان التي كما ذكرنا هي قضية ما زالت عالقة وأيضا تتفاقم أزمتها. نهاية الرابط لهذه الليلة، غدا ملف جديد، حلقة جديدة، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.